أهلا بكم مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير تأتيكم من داخل أروقة جريدة الجمهورية ونستهلها بأهم العناوين. مفاجأة تقلب كل الحسابات، الرئاسة والشورى يطعنان على وقف الانتخابات، والمعارضة تراجع ودخول في متاهات، والشورى يناقش قانوني الانتخابات والصكوك يوم الأحد، والجماعة الإسلامية تطالب بتقنين اللجان الشعبية، والمترو علب سردين بسبب إضراب الميكروباص. وأيضا من عناوين هذه الطبعة: الرئيس يزور الهند وباكستان الأسبوع القادم، وقنديل في جوبا اليوم، ورفع قرض الإسكان التعاوني إلى 50,000 جنيه، ومنطقة صناعية عربية بالعاشر باستثمارات 7 مليارات جنيه، ومجلس الوزراء الإجراءات الاقتصادية مرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي. أيضا نقرأ من عناوين هذه الطبعة: بعد اتفاق محافظة القاهرة والإسكان مساكن بديلة لمواطني مسبيرو بنفس الموقع. وأيضا في عناوين هذه الطبعة: بورسعيد تعود للعمل بعد الهدوء النسبي، ومضاعفة ساعات العمل في المصانع للوفاء بعقود التصدير، ومليار دولار استثمارات شركة هندية في محور قناة السويس. للتعليق على هذه العناوين وغيرها من الملفات معنا في الفقرة الأولى من طبعة اليوم الأستاذ جلاء جاب الله، مدير عام العدد الأسبوعي في جريدة الجمهورية. أهلا بك جلاء. أهلا وسهلا جلاء. نبدأ بالمنشط الرئيسي والمفاجأة التي قلبت كل الحسابات، وهو أن الرئاسة والشورى يطعنان على قانون الانتخابات. طبعا هي مفاجأة، ولكن البعض يراها كانت متوقعة اتساقا مع كثير من القرارات التي يتم التراجع فيها، ولكن احنا بنعتبرها مفاجأة، يعني غيرت حسابات كتير جدا. المفاجأة مفاجأة ليست في كونها طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري، فقد تؤيد محكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإداري ولا يكون هناك جديد، ولكن المفاجأة أن التهليل الذي صاحب الحكم سواء كان من الإخوان المسلمين أو من المعارضة باعتبارها قد يكون يعني مرحلة جديدة أو فتح صفحة جديدة للتصالح والمصالحة ووضع أسس جديدة للمرحلة القادمة، ولكن يبدو أن ما تمنيناه جميعا لم يكن على قدر الحلم الذي أو على قدر الواقع الذي نعيشه بالفعل. يعني هي قضاء الدولة التي رفعت قدمت الطعن نيابة عن الرئاسة. هو في مصر هيئة قضايا الدولة هي المنوط بها رفع الدعاوى التي تخص مثل هذه الهيئات، مثل يعني الحكومة، الرئاسة، مجلس الشورى، مجلس الشعب أو مجلس النواب، مجلس الوزراء. هذه الهيئات، هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها اتخاذ هذا الإجراء القانوني. ولكن بعد أن تحصل على ضوء أخضر أكيد من لا، ما هو أنا أنا, أنا أنا يعني حضرتك، أنا المحامي بتاعك، أنا مش هروح أرفع قضية إلا بعد إذنك. يعني هو بمثابة المحامي عن الحكومة، بمثابة المحامي عن مجلس الشورى. لا، هو المؤكد أن الرئاسة ومجلس الشورى يعني ووزارة العدل على فكرة كمان، يعني هي قضايا الدولة يعني قامت برفع الدعوة بناء على 3: الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل. 3 باسمهم هي قدمت هذا الطعن. الطعن في مدلوله القضية أخطر من أن هي مجرد قضية أو قضية مجلس النواب في وجهة نظري. الخطورة في وجهة نظر الشخصية كمان يعني أن دستور 71 كان دستورا رئاسيا، دستور 23 اللي قبل الثورة كان دستورا برلمانيا. هذا الدستور كان يؤسس لمرحلة رئاسية برلمانية، مزيج. وعندما قالت محكمة القضاء الإداري أن الرئيس أن قرار دعوة الانتخاب ليس من القرارات السيادية، كانت تؤكد على مبدأ أننا في مرحلة رئاسية برلمانية، وأن الحكومة شريك متضامن مع رئيس الجمهورية في مثل هذه القرارات. يعني ننتقل للعنوان آخر أستاذ جلاء مرتبط بهذا الخبر، وهو يعني رد فعل المعارضة. من عشان كده عاوز اشرح الحته دي، ان الحكومه شريك في مثل هذا القرار لانه ليس قرار سيادي مثل قرار الحرب او اعلان الطوارئ. هذه قرارات سياديه، قرار اعلان الانتخابات او الدعوه للانتخابات ليس قرار سياديا، ذا تاسيس لمرحله.
هذه المرحلة كان في استبشار بأننا نؤسس فعلا لجمهورية جديدة في تاريخ مصر. العودة ورفض الرئاسة لمثل هذا يعني ضمنيا الرفض أن يكون هذا القرار ليس قرارا سياديا، وبالتالي نعود إلى تأصيل أن هذا القرار قرار رئاسي، وأننا نعيش مرحلة يتحكم فيها الرئيس في كل القرارات التي يجب ألا تكون قرارات يعني سيادية. في نفس السياق المعارضة تقول أن هذا تراجع ودخول في متاهات. لا، المعارضة قالت أقصى من ذلك. يعني المعارضة هاجمت اليمين، يعني هل هي جبهة الإنقاذ؟ لا، احنا المعارضة اللي احنا نتحدث عنها هنا جبهة الإنقاذ قالت إن ده ردة. في بعض نواب مجلس الشورى قالوا ان ده يعني تراجع وعودة الى الوراء، وان احنا بنتخبط. في اكتر من جهة من الجهات المعارضة سواء كان اشخاص او احزاب من احزاب المعارضة يعني بتنظر باستغراب شديد جدا الى مثل هذا القرار، لانه يعتبر فعلا نقص عما وعدت به الرئاسة في بيان رسمي انها لن تطعن على هذا القرار. الجهة الوحيدة التي قالت انها لن تطعن ولم تطعن وعلنت بيانا رسميا انها لم تطعن هي اللجنة العليا للانتخابات، وهي اعلنت انها براء من هذه من الطعن. طب هنا مجلس الشورى يناقش قانوني الانتخابات والصكوك الاحد، طب يعني لماذا النقاش قانون الانتخابات اذا كان هناك طعن على هذه القضية أثيرت اليوم في اللجنة التشريعية في مجلس الشورى. حصل الارتباك في مجلس في اللجنة التشريعية. اللجنة التشريعية كان منوط بها اليوم مناقشة هذا القانون وبعض التعديلات التي أرسلت إلى المحكمة الدستورية. عندما علم أو أعلن أنها تم الطعن حدث ارتباك في اللجنة التشريعية، وبعض أعضاء اللجنة التشريعية قالوا طب إحنا بنتناقش ليه؟ فتم الاتفاق أن يستمر النقاش ويعرض ايضا على مجلس الشورى اي تعديلات التي مطروحه. هم اجلوا اليوم الاحد بعد نظر. لا، ما هو ده اللجنه التشريعيه النهارده. لكن الجلسه العامه لمجلس الشورى ستعقد يوم الاحد القادم. ما هو فيها تعديلات برضه على قانون الصكوك. هذه التعديلات والتعديلات التي نقشت اليوم في اللجنه التشريعيه ستطرح على الجلسه العامه يوم الاحد القادم بغض النظر عن المحكمه، على اعتبار ان هم بيسيروا في اتجاهين متوازيين هذا وذاك. ننتقل لعنوان اخر استاذ جلاء، هو الجماعة الإسلامية تطالب بتقنين اللجان الشعبية. يعني على العكس، يعني الرئاسة أكدت أن الداخلية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حفظ الأمن. يعني ما هذا الجماعة الإسلامية تباين؟ يعني ده بيان من الجماعة الإسلامية، ولابد أن أربطه بخبر آخر أن الإخوان أكدت أنها إذا حدث قصور في الشرطة جماعة الإخوان المسلمين ستنزل إلى الشارع للحفاظ على الأمن. رغم توضيح النيابة العامة. وتأكيدات الرئاسة. باعتبار أن هذا حق من حقوق المواطنين. واللجان الشعبية عمل شعبي وليس عمل محتاج إلى ضبطية قضائية. ولكن يعني هنا ولكن نفهم الإخوان أنهم سيقومون بهذه الخطوة، يعني أن يكونوا بديلا للشرطة في القيام بحفظ الأمن. هو الـ 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 هناك خيط رفيع جدا. هل هناك بيانات من الإخوان؟ أما أنا بقول لك هناك خيط رفيع جدا. هذا الخيط يعني حمال أوجه. الجماعة الإسلامية أو الإخوان أو أي حد بيطالب باللجان الشعبية يقول لك ده عمل شعبي وعمل ملوش دعوة بالقانون وملوش دعوة بالقضاء، وإحنا بنمارس لجان شعبية، وكان موجود قبل كده اللجان الشعبية في حرب 67 بعد حرب 67 في مصر وفي الأيام الأولى للثورة وأيام الثورة، وده عمل ملوش دعوة يعني لا ليس فيه مخالفة للقانون. المتخوفون يقولون أن هناك ميليشيات ستظهر على السطح نتيجة هذا الموقف، بل هناك يقول مع حسن النية أنه لا توجد ميليشيات. عندما يقوم مواطن ليس له حصانة وليس له حق الضبطية القضائية بمواجهة مواطن آخر ويقول له أي موقف، هتبقى حرب أهلية، شخص مع شخص هيبقى في حرب. ولكن عندما يقوم رجل الأمن الذي المنوط به هذه المهمة بالقيام بها، يعني صدر بيان من الرئاسة بأن الشرطة هي المنوط بها حفظ الأمن، وهناك توضيح من النيابة العامة أنه ليس هناك منح حق الضبطية القضائية. ما هو المطلوب حتى يعني ينتهي هذا اللغط حول هذه المسألة؟ لن ينتهي هذا اللغط. ليه؟ لماذا؟ بداية، ما هو المبرر الذي جعل النيابة العامة تصدر بيانها الأول التي تقول به أن من حق المواطن أن يقوم بذلك؟
إذا كان هذا موجودا في القانون. هي وضحت قلت ده موجود في القانون. مسألة 50 موجود يعني. طيب موجود في القانون. مادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية. يا سيد الفاضل موجود في القانون. ونحن نعرف أنه موجود في القانون. ما هو المبرر لإعلان ما هو معلوم؟ ما هو المبرر لإصدار بيان يقول أن ذلك موجود؟ إيه المبرر؟ هل هو افتتح الأزمة؟ يعني هو قانون موجود تطلع بيان به ليه؟ بعدين تخلق مشكلة وبعدين تقول ده ما قلتش كده يعني ليه؟ طب ننتقل لعنوان آخر يبدو أن هذا الجدل لن ينتهي في القريب. عنوان آخر متعلق ربما بأزمة السولار وإضراب الميكروباص وما ترتب عليه يعني كثافة لمستخدمي مترو الأنفاق الذي تحول إلى علب سردين. هو احنا عندنا متابعة في العدد الأسبوعي لآثار أزمة السولار، وأزمة السولار دخلت رقما قياسيا 73 يوما حتى الآن ونحن نعيش في هذه الأزمة. لم تدخل مصر في أزمة طوال تاريخها أكثر من شهر ونص. احنا دخلنا في أزمة السولار النهاردة اليوم 73، شهرين ونص يعني النهاردة. هذه الأزمة جعلت ان عربيات ميكروباص أضربت عن العمل. تحول الأمر إلى أن مترو الأنفاق أصبح هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الكثيرين للانتقال. شركة المترو حركت 60 رحلة إضافية على الخطوط الثلاثة اليوم في وقت الذروة، 60 رحلة إضافية في وقت الذروة. ومع ذلك كاميرا الجمهورية رصدت أن العربات مكتظة كعلب السردين، ما فيش مكان لقدم واختناق شديد جدا. وخد بالك أن النهاردة حر وارتفعت درجة الحرارة اليوم، فكان يوم صعب جدا ولذلك رصدناه بالصوت والصورة. طب ننتقل لعنوان آخر وربما يعني ينهي أزمة مثلث مسبيرو، وهناك اتفاق بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان مساكن بديلة لمواطني مسبيرو بنفس الموقع. هو ده الأهم فيها، أنها كانت الأزمة أنه كان هناك خطط لترحيلهم إلى أماكن بديلة، ولكن الاتفاق اليوم تم بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان على إنهاء هذه الأزمة من خلال إرضاء الناس ووضعهم في نفس الموقع في مرحلة هيتم فيها الإعلان عن البناء والإنشاءات التي ستتم في المرحلة القادمة. يعني ياخذوا شواء في الأبراج اللي هتقام فيها إن شاء الله. طيب عنوان آخر متعلق بالوضع في بورسعيد. بورسعيد تعود للعمل بعد الهدوء النسبي ومضاعفة ساعات العمل في المصانع للوفاء بعقود التصدير. قد يبدو هذا من الأخبار المبشرة. يعني في أكثر من خبر مبشر اليوم، ومنهم خبر بتاع مجلس الوزراء اللي هو رفع الإسكان. يعني في بعض الأخبار المبشرة عشان ما بقاش كلها كده يعني أخبار قاتمة. نتفائل بالخير إن شاء الله. تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. يعني هو بورسعيد بدأ الهدوء النسبي يعني يملأ بورسعيد، وبالفعل بدأ الناس تعود إلى العمل، ودي مؤشر خير بإذن الله. والجميل أن أهالي العمال وأهالي المصانع أكدوا على أنهم سيضاعفون العمل حتى يعوضوا الفترة السابقة من توقف العمل وعدم الوفاء بالالتزامات. يعني نبقى في نفس المحيط، مليار دولار استثمارات شركة هندية في محور قناة السويس. أيوة هذا خبر من أخبار السارة، وخاصة أنه يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس مرسي إلى الهند وباكستان الأسبوع القادم. وهناك أكثر من مؤشر لوجود شركات هندية بتسعى إلى، وده يعني شيء جيد جدا. والجديد أيضا أننا نحن نسعى إلى شراء قمح هندي، مع ملاحظة أن الهند كانت لوقت قريب كانت من الدول المستوردة للقمح مثل مصر. نحن الآن نتفاوض لشراء قمح هندي ليسد العجز في مصر، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وضحت الصورة أستاذ جلاء جاب الله مدير عام العدد الأسبوعي في جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لتقليب صفحات الجزء الثاني من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا.
عالم يتبدل واقعه في كل لحظة، ولكل لحظة قيمتها. ولأننا نعلم ذلك، نفتح عيوننا على كل الوقائع على مدار 24 ساعة مباشرة من دون تدخل، كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه. رؤيتك الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. معنا تصنع الخبر، تحلل الخبر، تعبر عن رأيك دون تدخل. شارك معنا عبر سكايب بالصوت والصورة على حسابنا الخاص AJM.مصر. أهلا بكم من جديد مع الفقرة الثانية من طبعة اليوم السكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ عبد الرازق توفيق مدير تحرير عدد الخميس في جريدة الجمهورية. أهلا بك أستاذ عبد الرازق. أهلا أستاذ محمد. ومعنا أيضا الأستاذ حازم خليفة المحرر في شؤون التحقيقات في جريدة الجمهورية. أهلا بك أستاذ حازم. أبدأ معك أستاذ عبد الرازق من الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة. الفريق عبد الفتاح السيسي لقادة وضباط حرس الحدود، تأمين الحدود مهمة مقدسة لا تهاون فيها، والقوات المسلحة في أعلى درجات التنظيم والاستعداد للدفاع عن مصر. أهم يعني تفاصيل هذا الخبر. هو في إطار لقاءات الفريق أول عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط القوات المسلحة لعملية التواصل ووأد الشائعات اللي بتنال القوات المسلحة أولا بأول، توضيح المفاهيم والرؤى والأفكار. كان في لقاء مهم جدا مع قوات حرس الحدود، وحضرتك تدرك الجدل واللغط المثار على الحدود المصرية. الفريق أول عبد الفتاح السيسي أكد نقطة مهمة جدا، أن تأمين حدود مصر وأمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون ولا تفريط فيها مهما كانت الأسباب. أكد أن القوات المسلحة في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة، وسواء من الناحية الإقليمية أو الدولية، في أعلى درجات اليقظة والحذر والاستعداد القتالي للدفاع عن سيادة وأمن مصر. بيرجع يكرر مرة تانية أن عين القوات المسلحة دائما على الوطن وعلى الشعب بغض النظر عن أي نظام موجود، بيؤكد ولاء القوات المسلحة للوطن والشعب ومصالحه العليا. هنا يؤكد ولاؤنا للوطن والشعب، ونتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد. وكمان في النقطة دي كمان ان هو واضح ان في ادراك لمهمة قوات حرس الحدود وخطورتها في الفترة المقبلة، فهو بيأكد على تزويد هذه القوات بأحدث التكنولوجيا والأسلحة المتطورة وكافة الإمكانيات التي تتيح لها القيام بمهمتها على أكمل وجه في تأمين حدود مصر في وضع أو في وقت دقيق جدا في تاريخ الوطن، يشهد عمليات تسلل وتهريب ومحاولات إدخال أسلحة وذخيرة، وبنرى أثرها في بعض الأوقات على الأرض، أن أصبحت الفوضى ومحاولات التخريب واستخدام السلاح بسبب أو بدون سبب، وكأنها أصبحت رفاهية عملية القتل والتخريب في مصر. ايضا هناك 16 سياره تعمل كفنطاس تحمل مياه الى اهالي مطروح، وزياده عدد قطارات المياه المتوجهه الى هناك. ما بين الاستعداد القتالي وما بين المهمه المساهمه مع قدوم فصل الصيف طبعا، مع يعني القوات المسلحه هناك توازن، بتعمل بشكل في المهمه القتاليه والمساهمه ايضا في تنميه المجتمع وتخفيف المعاناه على المواطن. بدات باهداء جنوب وشمال سيناء سيارات تعمل كفناطيس مياه لامداد الاماكن المنعزله من القرى والنجوع في اماكن في قرى سيناء في وديان. ده في الاول بدات في جنوب وشمال سيناء، وبتواصل اهدت اليوم 16 سياره اللي هي المحافظات الحدوديه اللي بتشهد فيها ندره في المياه العذبه. القوات المسلحه اهدت محافظه مطروح 16 سياره تعمل كفنطاس مياه لتوصيلها للاماكن النائيه والاماكن البعيده، بالاضافه لان زياده اعداد القطارات التابعه للقوات المسلحه التي تحمل مياه عذبه لاهالي مطروح، خاصه في وقت الذروه اللي هو وقت الصيف اللي بيشهد عمليه مشاكل في المياه، خاصه مع اقبال المصيفين والسائحين على هذا المكان الساحلي اللي في محافظه مطروح. طب ننتقل لملف من ملفات طبعه اليوم، وهو معنون في مصر العجائب والغرائب، التسليح حلال للميليشيات حرام على الشرطه.
هو المعنى انت عارف حضرتك قوات الشرطة بتشهد عملية من الاستهداف والاستنزاف غير مبررة على الإطلاق، اختلط فيها الحابل بالنابل، اختلط فيها المتظاهر السلمي بالمخرب والبلطجي، أصبحت الأمور مختلطة بالنسبة لهم وهم يعملوا في مناخ سيء جدا لا يعرف حدود العمل والتدخل فيه. إذا وقف بدون تدخل يقال عليه متخاذل، إذا تدخل يقال عليه قاتل لسوار وعودة إلى بدء بالضبط. لكن مسألة التسليح هنا في مشروع قانون بيتقدم لمجلس الشورى اللي هو بتسليح بإقامة شركات خاصة للأمن ما شبهوها بالميليشيات، فأنت هنا بتدي تصريح أنك تسلح ميليشيات أو شركات خاصة في المقابل أنك أنت في مشكلة في تسليح الشرطة في مواجهة أسلحة متطورة دخلت البلاد. هنا اللواء مصطفى باز يقول الحصانة مطلوبة لرجل الأمن في الظروف الراهنة، والمستشار بكري حظر استخدام السلاح على رجل الشرطة ضد القانون. في القانون بالفعل موجود اللي بيدي الحق لضابط الشرطة للدفاع على النفس، ولكن في ضرورة لتوضيح هذه المفاهيم. اللواء الباز بيأكد على ضرورة صدور تشريع يعطي للضابط أو رجل الأمن حق الدفاع عن النفس ويفصل بين عملية التخريب والتظاهر السلمي، يعني يحدد ليه حدود تدخله بحيث إن هو يأمنه ويحفظ له أداء مهمته على أكمل وجه. في المقابل إن وزارة الداخلية بتحاول قدر المستطاع أن تلبي احتياجات أبنائها في ظل المشاكل الموجودة على الأرض حاليا وفي ظل استهداف بعض الفئات من العناصر المسجلة والبلطجية لوزارة الداخلية. وكأن وإحنا يمكن شايف حضرتك الأثار اللي تفرغ الداخلية لتأمين المظاهرات أو الاشتباكات اللي بيروح لها المتظاهرين والداخلية لا تنتقل لأحد ولكن يقصدها المجرمون والبلطجية وهي ولا لا تشتبك مع أحد، وهناك من يفتعل أحداث للاشتباك مع الشرطة. نبقى في الداخلية، ننتقل للزميل حازم، وهنا أيضا ملف آخر اللعب بالنار في وزارة الداخلية، خبراء الأمن إبعاد رجال الشرطة عن الاضطرابات السياسية ضرورة. والله في شاهدين الأول بناء على الملف ده اللي احنا قلنا بيه بتكملة للكلام الأستاذ عبد الرازق توفيق، إن كان يوم الحكم بتاع الألترس، الحكم بتاع ماتش الأهلي والمصري يوم التسعة، وزير الداخلية تفقد الحالة الأمنية حوالين الوزارة والخدمات الأمنية حواليها وطلب من رجال النيابة إن هم يتفقدوا التسليح بتاع رجال الأمن، ده رقم واحد. رقم اتنين في أول تصريح لوزير الداخلية قال اعتبرونا اتكسرنا وسيبونا نشتغل. ده تصريح قوي جدا وليه مغزى كبير، إن زي ما حضرتك عارف وزارة الداخلية من الأعمدة الأساسية أو صحيح. من تعتبر العمود الفقري للبلد، فحاجة زي كده ممكن تضر بيه بالظبط. فأنت فحاجه زي كده بتضر بيك داخليا، زائد ان احنا شايفين زي ما استاذ عبد الرازق قال، يعني لو راجل الشرطه اتدخل بقى قاتل، تخاذل لا، يعني في احنا بنشوف بعض، انا عن نفسي شفت بعض حاجات بعينيا، ان الراجل الشرطه لما يخش في الاخر بيطلع هو الغلطان، لما يرجع لورا ويستنى لغايه ما الخناقه تخلص او المشكله تخلص يقول لك لا انت سايبها لغايه ما يبقى فيها بحور دم. طب هنا اللواء نشأة الهلالي وهو يعني احد القامات الشرطيه المعروفه، نعم، يقول المظاهرات والاضرابات تمنع الداخليه من ممارسه دورها في حفظ الامن بالزبط. وهنا اللواء عبد الصمد سكر يقول اسقاط الدوله يبدا بهدم الداخليه ورجال الشرطه يتحملون اخطاء الجميع. وايضا هنا اللواء محمد الحسين يقول مطلوب ثوره تشريعيه لمنح ضباط الشرطه الحق في اداء عمله بالشكل المطلوب. يعني عايز اقول لحضرتك ان الاضرابات زي ما احنا كنا عاملين قبل كده تحقيقات في كبيره برضه، ان الاضرابات بتكلف الدوله فوق ال 320 مليون يعتبر من ميزانية الدولة. الشرطة انت مش مشكلة عندك ان انت تعمل اضراب ولا ده، احنا مفيش مشكلة بالنسبة لنا، بس المهم ان انت ما تسيبش اثر حواليك. يعني زي ما احنا بنقول ميدان التحرير اقف زي ما انت عايز في ميدان التحرير، بس خلي حركة السير شغالة، خلي حركة التجارة شغالة، ما تضرش حد. في احنا طبعا بغض النظر عن الاسماء كبيرة كلها لواءات وناس خبراء في الامن، يعني في ناس منهم بيقولوا ان المفروض ان احنا نطلع تشريع، في حين ان في تشريع اصلا لو انا شد ناس وقال عليه نوع قانون 102 ده بيحدد ازاي ضابط الشرطه بيتدخل، بدايه من خرطوم الميه، بعد كده بال بيسموه ايه اللي هو المفروض ان هو بيهوش حاجه زي كده، بعد كده بيبتدي بالغاز المسيل، بعد كده بيبتدي بالطلقات الناريه في الهواء، بعد كده بيبتدي يضرب في الارض لغايه ما يوصل لمرحله ان اللي داخل عليه ده قاتل يا مقتول، خلاص بيبتدي يضرب بس في اماكن ما تصيبش اللي قدامه بالقتل، اصابه ليست بالقتل. فدي قانون 102 موجود اساسا، بس ولكن كل حاجه مفعل يعني غير مفعل، يعني لو ضابط الشرطه يعني تعرض لحاله مماثله وفعلا يعني كما حدث في الهجوم على اقسام الشرطه
بالظبط لما يقفل باب الاسم يقول لك انت بتتستر على حد جوه، يفتح الباب الناس بتخش جوه تولع. انت في 10 مظلومين بس في واحد اكيد داخل يخرب. ان احنا عندنا الحمد لله الفتره الاخيره نعتبر البلد كلها بعد يعني انا مش عايز اقول سقوط الشرطه، بس هي بعد كسر بدايه كسر الشرطه اللي احنا عايشين فيه. طب يعني اللواء محمد الحسيني يقول مطلوب ثوره تشريعيه لمنح ضباط الشرطه الحق في اداء عملي بشكل مطلوب. يعني رغم ان القانون موجود بس غير مفعل، غير مطلوب اللواء الحسيني. هو رايه ان هو المفروض ان القانون ككل ان هو يتعامل ازاي ويبتدي يتعامل بناء بعد الثوره بشكل تدريجي بغض النظر عن الشكل ما قبل الثوره. في ناس بتتهم الشرطه ان هي قبل الثوره في حاجات كتير، في حين ان في مشكله داخل. يعني انا بتكلم الشكل الشخصي، في مشكله داخل وزاره الداخليه نفسها ان في الرتب الصغيره ما تحترمش الرتب الكبيره. في كلام ان كان في حاجه زي حكم يعني قانون داخل وزارة الداخلية او ينص على التعامل ما بين افراد الشرطة بينهم ومن بعضهم. في الناس دلوقتي بعد الثوره لغوا الموضوع ده، فتلاقي في امناء شرطه زي اللي احنا كنا فيه. في النهارده كان في وقفه لامناء الشرطه لان في قائد ليهم عاملهم بمعامله مش كويسه. فدي مطلوبه ان انت المفروض في حزم في نفس يعني في الانسانيه في بالظبط. يعني انت لازم تكون نظره تامه. وضحت الصوره الاستاذ حازم خليفه محرر شؤون التحقيقات في جريده الجمهوريه، شكرا جزيلا لك. وايضا شكرا للاستاذ عبد الرازق توفيق مدير تحرير عدد الخميس في جريده الجمهوريه، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نعود بعده لمطالعه اهم عناوين الفقره الاخيره من طبعه اليوم من سكرتير التحرير، فابقوا معنا. تجربة إعلامية متميزة، أول مركز من نوعه، مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، دورات نظرية وعملية وعبر الإنترنت، دبلومات إعلامية متخصصة، الخيار الأول للمحترفين والهواة على حد سواء. مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، بيئة متكاملة للإبداع. كونوا شركاء في التغطية، أرسلوا لنا صوركم وفيديوهاتكم التي التقطتموها عبر هواتفكم المحمولة أو كاميراتكم الشخصية. قم بتصوير ما يدور حولك من أحداث وفعاليات وكن مراسلنا في محافظتك، في بلدك، في شارعك. أرسلوا لنا ما لديكم عبر البريد الإلكتروني agmvlogger@aljazeera.net. جديد مع الفقرة الأخيرة من طبعة اليوم من سكرتير التحرير، ومعنا فيها الأستاذ أحمد الأحمر المحرر الرياضي في جريدة الجمهورية. أهلا بك أستاذ أحمد. ومعنا أيضا الأستاذ رفيق أمين المحرر الفني في جريدة الجمهورية. أهلا بك أستاذ رفيق. أبدأ معك أستاذ أحمد من الصفحة الرياضية، والعمري فاروق وزير الرياضة يسدد في كل اتجاهات، يعني من أحرق اتحاد الكرة سيحاسب مهما كانت انتماءاته. طبعا سيادة العام فاروق كان موجود عندنا في جريدة الجمهورية في ندوة خاصة بالقسم الرياضي بالعدد الأسبوعي، وتحدثنا معاه في كل المشاكل الرياضية والموضوعات الرياضية، وقال إن كان طبعا على رأس هذه الموضوعات حرق مقر اتحاد كرة القدم. وهو سيادة الوزير قال لن نتوانى عن متابعة
المفتعل هذه حرق مقر اتحاد الكره وايا كان انتمائه سواء ينتمي لجماهير النادي الاهلي لاي جماهير يعني مفيش طبطبه بعد كده نتمنى ان هو ما يبقاش في طبطبه كلام سياده الوزير مفيش طبطبه طب النهارده كان في وقفه الالتراس الزمالك التراس نادي الزمالك كان خاص بوزاره الرياضه لا هما التراس نادي الزمالك كان موقفه مختلف ان في رفض وصل جواب الامني النهارده من نادي الزمالك بعدم حضور الجماهير لمباراه الزمالك وفريق فيتا كلوب الكونغول يوم الجمعه في استاد برج العرب في اسكندريه فطبعا ده اغضب جماهير نادي الزمالك اللي بتطالب بحضور المباراه لان هم كانوا حضرتك زي ما حضرتك عارف ان الداخليه حددت 4000 في المباراه الافريقيه فقط لكل فريق وده تم رفضه النهارده لان في خلفيه مشاكل ما بين يعني مباراه تقام بدون جمهور بدون الخطاب الامني اللي وصل نادي الزمالك النهارده بدون جمهور طب نبقى مع يعني العمري فاروق يقول حققنا نجاحات كبيره في 8 أشهر والقادم افضل ايه اهم النجاحات اللي عملها اهم النجاحات اللي هو بيتكلم عليها سياده الوزير ان هو قدر يعمل حصص وقاعده بيانات للرياضه المصريه ما كانتش موجوده وان هو يجمع الداتا اللي يشتغل عليها خلال الفتره الجايه قانون الرياضه اللي هو بدا يشتغل عليه في الفتره الحاليه قانون شغب الملاعب بعض الملاعب والانشاءات الرياضيه في مدن زي اسوان والبحيره والاليوبيه واسماعيليه وبورسعيد وفي عدد من المحافظات فيها صالات مغطاه تم انشائها وفي ملاعب يتم التجهيز ليها في الفتره الحاليه لخدمه الرياضه المصريه هنا ايضا فاز صدد يقول اول مدينه صناعيه رياضيه في بني سويف او الفيوم او سوهاج ان هو عمل اتفاق مع السيد وزير الصناعه وتم خلاص الاستقرار عليه انشاء مدينه صناعيه رياضيه لإنتاج المواد أو لإنتاج المستلزمات الرياضية المستلزمات الرياضية وهو عنده زيارة غدا الخميس لتركيا من أجل المدينة الصناعية الرياضية يعني نستورد المدينة الصناعية ولا هو في استثمارات استثمارات مفتوحة أن يعني مصانع وشركات من خارج مصر أو مستثمرين مصريين يشاركوا ويعملوا مصانع للإنتاج الصناعة الرياضية في مصر خصوصا أن احنا عندنا مميزات في مصر الوضع بتاعنا ممكن يساهم ان احنا نخدم افريقيا كلها بمنتجات رياضيه في مصر في استهلاك رياضي عالي جدا بعد ما بدات الرياضه في مصر تاخد منحنى المنافسه الاستثماريه نوعا ما فده كله كان قبل الثوره اعتقد الكلام ده قبل الثوره كان الموجود ده الوضع اختلف يمكن بشكل كبير بعد بعد الثوره تاخرنا ولم نتقدم للاسف في الرياضه لان الرياضه تاثرت بالثوره وتوقفت لمده عام كامل فده اثر على النشاط الرياضي في مصر لكن بدانا نعود مره اخرى خصوصا بعد عوده مباراه كرة القدم لأن كرة القدم هي المفتاح للرياضة في طيب مصر. المفتاح للرياضة هي كرة القدم يعني موضوع المباراة مصر أمام زيمبابوي حسمت أن ستكون في مصر خلاص انتهى وصل خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ومن الاتحاد الأفريقي الكاف لوزارة الرياضة إقامة المباراة في مصر وعلى فكرة سبب إقامة المباراة في مصر أنه لم يتم تأجيل الدوري بعد حرق مقر اتحاد الكرة إذا كان قام الدولة المصرية بتأجيل مباراة الدوري كانت مباراة مصر وزيمبابوي سيتم نقلها خارج مصر لكن كان زيمبابوي تريد ذلك يعني زيمبابوي قدمت طلب رسمي بنقل المباراة خوفا على لاعبتها من الحضور للقاهرة لكن استمرار إقامة الدوري وإقامة المباراة الأفريقية في مصر لكن مسألة جمهور بدون جمهور لم تحسم بعد حتى الآن المباراة بدون جمهور مباراة مصر وزيمبابوي بدون جمهور وفي محاولات مع الداخلية للسماح بحضور 5000 متفرج للمباراة طب في عجالة أستاذ أحمد هناك في ماكيت الاتحاد الكرة الجديد يعني السيد وزير سر اللونين الأسود والذهبي لمبنى الجبلاء الجديد ده يعني عملوه امتى ده؟ ده بعد حريق اتحاد الكرة الوزير اجتمع ببعض المهندسين الاستشاريين وتم الانتهاء من التصميم كامل لمقر اتحاد الكرة واحنا في جريدة الجمهورية بننشر اول صور للماكيت دوت وهيبدا في التطبيق الفعلي على نفقه وزاره الرياضه اللي هتطبق هذا الترميم بالتصميم الجديد واختاروا في لونه هتعمل الاسود. يعني ترميم ولا هتعمل مبنى جديد لا ترميم ما هيبقاش فيه هدم للمبنى ترميم لان الاساسات سليمه الاساسات سليمه لكن هيبقى فيه ترميم بشكل جديد تصميم جديد وتم مراعاه طب هيتكلف قد ايه هو حتى الان الميزانيه لم يعني يتم تحديدها هو طب حجم التلفيات الناتجه عن الاحراق الذي حدث حرق معظم ممتلكات تقدر بديا هي قدرت حتى الان ب 60 مليون جنيه مصري اتحاد الكره لان في ملفات هامه وفي اتحاد الكره 60 ونادي الشرطه 50 يعني 100 مليون جنيه في 10 دقائق 100 مليون جنيه في 10 دقائق تمام 10 دقائق طيب ننتقل للصفحه الفنيه استاذ رفيق في ظل حاله الكساد ووقف الحال الفنانون واجهوا البطاله بالبرامج والبزنس بالضبط هو ده الموضوع الرئيسي في صفحة الفن في العدد الأسبوعي
الحقيقة ان هي يعني حضرتك تقدر تقول هي صرخة استغاثة يعني الى جانب فكرة الموضوع نفسها. يعني اما نيجي نتكلم على الفن، طب ما هي الاعمال الفنية الموجودة؟ العجلة بتاعت الفن ماشية ازاي؟ فلقينا ان في حالة، وده حاجة معروفة بقى لها يمكن سنتين واكتر، حالة كساد رهيبة. طيب طرقت فكرة ايه بدايل النجوم في الوقت الحالي في ظل هذا الكساد؟ بيقدموا برامج معظمهم، بيقدموا برامج معظمهم. كنا اتكلمنا قبل كده على البرامج الفنيه الغنائيه. طيب ومن ناحيه السينما زي ما حضرتك شايف الاعمال الفنيه واقعه تماما، لقينا ان يمكن حوالي في 6 أو 7 برامج مجموعه من الكوميديانات هم اللي بيقدموها. يعني هتلاقي مثلا برنامج الليله مع هاني بتاع الفنان هاني رمزي، برنامج الفنان محمد هنيدي، برنامج لهشام سليم، هتلاقي مجموعه من البرامج بعضها اخذ الطابع الكوميدي زي مثلا الليله مع هاني، هتلاقي بعضها اخذ طابع المسابقات حتى. يعني هشام سليم سياسي، هشام سليم سياسي، برنامج حوار القاهره. وبمناسبه هشام سليم كان صرح حتى اكتر من مره ان هو شخصيا بيعاني من قله الاعمال، يعني ما فيش اعمال مطروحه عليه، فاتجه بعديها مباشره لتقديم، يعني ناوي يواصل في المجال ده، برنامج احتمال. ما فيش اعمال، هي صرخه، ما فيش اعمال فنيه. طب هنا في مجلس الوزراء إلى انا بس عايز اقول لك، الى جانب هذه البرامج احنا كملنا الموضوع ان ابتدوا يعتمدوا كمان على مشاريع خاصه. يعني ابتعد الموضوع عن الفن، الفنان نفسه بقى فاتح مشروع خاص لي ياكل منه عيش لكسب الرزق. والمفارقه ان يعني يمكن برضه حوالي 90% منهم هم مجموعه من نجوم الصف الاول. لو اتكلمنا على احمد السقا، احمد حلمي، عادل امام، عمر الشريف، هاني سلامة، كل واحد فيهم اتجه الى مشروع خاص ياكل منه عيش. كان على رأسهم وابرزهم الفنان طلعت زكريا اللي كان معروف مواقفه ايام ثورة 25 يناير، طباخ الرئيس، فتح مشروع خاص اسمه، او بلاش نبتعد عن الاسم، بلاش موضوع الاسم، فتح مشروع خاص كان هو مصدر الرزق الوحيد ايام الثورة، ما كانش لاقي اي اعمال، وغيره كتير، ده كله موجود. طب في استطلاع رأي رسمي على البرامج الفنية، بالضبط كان في استطلاع عمله مجلس الوزراء، خبر هو موجود عندنا، عن أهم البرامج المؤثرة، وأولها في القائمة كان البرامج والإعلاميين. جاء في الترتيب الأول عمرو الليسي، محافظ الألقاب طبعا، تلي لميس الحديدي، ثم معتز الدمرداش، وجاء البرنامج 90 دقيقة في المركز الأول. الجزيرة مش موجودة خالص؟ الجزيرة موجودة طبعا إن شاء الله بعد كده في الاستطلاعات القادمة. بان عليه استطلاع رأي منحاز يعني. طب خبر في عجالة برضو مرتبط بالفنانين، غادة عبد الرازق لن أتزوج، حفيدتي قلبت حياتي، استمرارا لسلسلة الشائعات اللي موجودة في ظل غياب الأعمال الفنية وغياب الفن كله بشكل كامل. كان في شائعة على الفنانة غادة عبد الرازق إن هي هتتزوج مرة أخرى بعد طلاقها من محمد فودة، بالظبط. طلعت نفت هذه الشائعة وقالت إن هي بتكرس كل وقتها لحفيدتها اللي جت منذ أشهر قليلة، يعني اللي ربنا رزقها بها منذ أشهر قليلة، وإن هي لن تتزوج إطلاقا، ونفي قاطع. يعني كان ده من ضمن الأخبار اللي موجودة معنا. شكرا لك أستاذ رفيق أمين، المحرر الفني في جريدة الجمهورية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وأيضا شكرا للأستاذ أحمد الأحمر، المحرر الرياضي في جريدة الجمهورية. شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل لنهاية سكرتير التحرير، فشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.